هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في انطلاقات هذا اليوم وفي تحديات هذا الصباح المميز والجميل على بركة الله وتوفيق نسير مع هذه الاندفاعات ونسير مع هذه الانطلاقات الجميلة. نسير مع الشوط الثاني ثالث أشواط هذا اليوم مباشرة إلى الشاهينية. عوض بن مهدي بن هادي الأحبابي يتقدم، الأحبابي في الصدارة الأولى، الأحبابي على المركز الأول، بينما المركز الثاني الوصول في ثاني المراكز من حربة سعد بن سعيد بن ناصر. الأحبابي يقدم لنا حربة في ثاني المراكز. المركز الثالث من الزاوية الأخرى تقدمت الشاهينية، غانم بن عامر بن مسعود العامري وصل في هذه اللحظات ليقدم لنا الشاهينية. الوصول، الدخول، التحدي المثير من خلال هذا الشوط وتحدياته الجميلة. هناك الوصول، هذه القادمة سيوف. مبارك بن سعيد بن عبد الله العسكري خذ المركز الثالث، المركز الرابع. هناك أيضا شعار عوض بن مهدي بن هادي الأحبابي. خامسا أيضا خليفة بن نصيب الخيالي وصل ليقدم لنا الشاهينية، ولكن عودة إلى الصدارة، عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى حربة، حربة على المركز الأول. ياتي سعد بن سعيد بن ناصر الأحبابي، الأحبابي في الصدارة، الأحبابي في المركز الأول، في المقدمة الأولى، في الصدارة الأولى. ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء الجميل، التحدي المثير. ولكن هناك القدوم، هناك الوصول من الشاهينية. غانم بن عامر بن مسعود العامري وصل، وصلت سيوف، وصلت سيوف. مبارك بن سعيد بن عبد الله العسكري، ولكن حربه على الصداره، حربه على المركز الاول. ارصد القادم يا مصورنا، ارصد القادم يا مصورنا. وصل شعار بو زايد، بسم الله ما شاء الله. ايضا الشاهينيه احمد بن سعيد بن زايد المزروعي وصل، وصل المزروعي، يبقى درب ما شاء الله. يا ذكر الله يا بو زايد على هذا المال الطيب الجميل للغايه، المميز للغايه. المركز الثاني حربه سعاد بن سعيد بن ناصر الاحبابي، المركز الثالث شاهينية، غانم بن عامر بن مسعود العامري. دقيقتين 13 ثانية، 65 جزء من الثانية ما شاء الله.